النهارده كندوره من الكتان بشكل سهل وبسيط قوي، مقاس 4 اكس لارج يعني 52، طريقه جميله. فكره الكندوره نفسها هتحسي في الاول ان هي صعبه، وعلى فكره مفيش حد عملها قبل كده. يلا بينا انا وانتي نعرف الكندوره هتتعمل ازاي وخطواتها ايه، بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل، وقولي الكندوره دي موجوده عندك في بلدك ولا لا. يلا واحده واحده عشان نعمل انا وانتي كندوره النهارده كتان بشكل سهل وبسيط قوي. الحجم القماش وكميه القماش على حسب المقاس اللي هنشتغل بيه النهارده. المفروض ان احنا هنشتغل المقاس النهارده 4 اكس لارج يعني 52، حجم القماش اللي احنا عايزينه من 4 متر لحد 4.5 متر. طب ليه يا مريم الكميه الكبيره دي؟ لان اولا ده مقاس كبير، ثانيا ان في كم كلوش عندك، ثالثا في كلونتين معمولين من عند دوران الوسط. فكل ده ان شاء الله هنعمله انا وانتي خطوه بخطوه. اهو واحده واحده كده نبدا نقول بسم الله. دي هتبقى القطعه اللي من فوق والتانيه هتبقى القطعه اللي تحت. بنجيب القماش بتاعنا، ده وش القماش اهو، بجيبه نحط الوش على الوش بالشكل ده، وابدا اتني مره وارجع اتني مره كمان. بصوا اثبت كويس قوي اهو، واروح راجعه تانيه مره كمان اهو بالطريقه دي. بس كده حلو الكلام، حلو الكلام. بعدين هنبدا نجيب بقى من هنا كده ربع دوران الاكبر، ربع دوران الصدر معايا هجيبه من هنا 30.5، 30.5. وبعدين هاجي من هنا احط حردة الرقبة 9 سنتي، وبعدين هنزل بطول حردة الرقبة الامامية 9 سنتي، طول حردة الرقبة الخلفية 1.5 سنتي او 2 سنتي في المقاس ده. وبعدين نعمل حردة الرقبة الامامية، حردة الرقبة الخلفية، ننزل من هنا بميلان الكتف بتاعي 2.5 سنتي، وبعدين نبدأ نحط خط بدون مقاس. وبعد كده نبدأ نحط طول الكتف 14.3، 14.3. وبعدين هنبدأ ننزل بطول الظهر، وبعدين بنقسم طول الظهر على نصين. وبعد ما نقسم طول الظهر على نصين هنبدأ واحدة واحدة نحط النص الأولاني في دوران الصدر، والنص التاني نحط فيه ربع دوران الوسط. ربع دوران الوسط 25.5، والصدر طبعا 30.5. هننزل من الكتف على دوران الصدر، هنرتفع من هنا 4 سنتي، نخش هنا 1 سنتي، نبدأ نعمل حردة الجيرو بتاعتي اهي، وبعدين نبدأ نوصل بالطريقة دي. تمام. طيب دلوقتي بقى في نقطة مهمة قوي، الصورة بتوضح ان في هنا كلوش محطوط وهنا مفيش حردة رقبة. طب نعمل كده ازاي مريم؟ هقولك ازاي. هتبدأي تقسمي الكتف بتاعك ده على نصين كده، او ممكن تتلتيه احسن، تلتي الكتف بتاعك اهو، نتلته من هنا. بعد ما تلته بالشكل ده هبدأ انزل مربع كده بدل الحردة، واروح عاملة المربع بتاعي اهو من هنا بالطريقة دي. تمام تمام. طيب ايه اللي يحصل بعد كده؟ بعد كده هبدا اقسم دوران الوسط من تحت، علشان دي قصه، المفروض ان دي قصه، فانا عايزاها تتركب معايا اهي بالشكل ده. القطعه دي وانا بركبها هركب منها الكلوش بتاعي الموجود. طيب يا مريم انا عايزه الغي حرده الجير واخليه كب، والكلوش هو المسؤول، براحتك خالص. هتعملي كده ازاي؟ هتلغي كده حرده الجير، نص حرده الجير هتلغيه من هنا، بعدين الكلوش هتتركبيه، هبقى يبقى في هنا مسافة بأستك، وهنا دي طبعا هتتلغي، دي كده هتتلغي لو انت هتعمليه بالطريقة التانية. تمام. طيب وبعدين هنعمل ايه بعد كده؟ هنبدأ نقص، هنسيب مسافة خياطة كده من الجنب الناحية التانية، علشان هنا في قصة زي ما انتوا شايفين اهي كده، واشيل حردة الجيرو وفرغها. طبعا اهم حاجة يا جماعة ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل، والاشتراك ده طبعا اختيارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهم حاجه لو عجبتك الفكره ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. الكندوره دي تلبسيها في البيت، هي اسمها جلابيه، في المصري اسمها جلابيه، في دول تانية اسمها جلباب، في الجزائر اسمها كندوره، فكل دوله بتسميها على حسب. هنا الامام وهنا الخلف، تمام كده. طيب اجيب الامام على الخلف، المفروض ان دي بتتحط هنا كده، والناحيه الثانيه نفس الحكايه، بس لازم ان انا اكون مجهزه الكلوش بتاعي. فهركب كل الاجزاء دي علشان اقفل الكلوش بالمره معايا. هبدا بجيب القطعه الكلوش اللي انا هجيبها واركبها، هبدا اجيب القطعه اهي واتنيها مره بالشكل ده، وارجع اتنيها مره كمان برضك بالشكل ده اهي بس كده. وبعدين هجيب المسطره، مش هحط نص دوران الدراع بقى في الكلوش، لا ده انا عايزه اكبر من نص دوران الدراع. انا هنا عايزه من اول الطول ده يعني كده اهو، الطول لحد فين هنركب الكلوش؟ خلينا لحد هنا اهو، تمام، لحد 13 سنتي.
13 سنتي دي بقى هنا هنبدأ ان احنا نخليها تيجي كده اهو. بصوا انا عايزاها تبقى كده، حددها اهي علشان الكروش يبقى كبير. هبدأ اعملها كده بس كده، وبعدين هبدأ بقى احدد عرض الكم بتاعي اللي انا عايزاه قد ايه او طوله. فانا اخترت خلاص اهو طوله او عرضه. اهم حاجه ما تبخليش عليا باللايك الجميل لو الفكره عجبتك، والتعليق الاجمل، والاشتراك طبعا اختيارك انت، والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعه، كندوره بيتي معموله من قماش الكتان ابسط من ما يمكن اهي. طبعا انا هنا طولت القطعه دي علشان خاطر اركبها اهي. هنشوف هنركبها ازاي دلوقتي. دلوقتي المفروض ان انا بعمل ايه؟ المفروض بصوا افرد بس كده القطعه دي. انا هنا مش عاملاها على حجم او مقاس حردة الجيرو، لا انا هجيب القطعه الاماميه الاول نركب فيها وبعدين الخلفيه. الاماميه اهي تمام، اهي الاماميه المفروض ان هي تتركب كده من اول هنا كده. استنيني تعالي، احنا حطيناها كده اهو كده اهو بالشكل ده. المفروض ان هي تبدا تتركب من هنا تمام، وتيجي كده معايا وتروح ايه لفه لفه كامله اهي بالشكل ده. فانا هنا هركبها من هنا اهو. بصوا بقى تعالوا نركبها من هنا الاول، بعدين نروح مركبينها من جوه. اهم حاجه بس ان هي تبقى نفس الطول نفس كل حاجه اهي اهي كده. ثبتها، جيب الدباسة تمام اهو. انا ممكن اقفل تحت الاول بعدين اروح مقفلة فوق، بس انا هنا بثبت اهو حتى برضك حردة الجيلو من فوق اخدها معايا اهي بس كده تمام. ده بالنسبة للقطعة بتاعت الظهر. بالنسبة للقطعة بتاعت الايه الظهر، لما هفرد الامام لا استنيني خليني اثبته من هنا كويس قوي عشان حاسه ان انا متثبتش اهو بالظبط كده. لما هفرد الامام بالشكل ده كده وفرده كده يجيلي كده او بالشكل ده، هيجيلي الكم من اول هنا لهنا. شايفه ازاي الكم يا جماعه اتعمل؟ بصوا ازاي اتعمل بمنتهى البساطه اهو. انا دلوقتي هثبته بس كده، مش هعمل الخلف دلوقتي، خلونا مع الايه مع الامام عشان ما يحصلوش اي مشكله وانا بخيطه. اهو ادي الامام اهو بالطريقه دي. انا هنا خيطاه مع الكتف او باقي الكتف اللي انا سبته. طب يا مريم انا مش عايز اسيب باقي الكتف وعايزاه يبقى قب، اعمل ايه؟ هتلغي باقي الكتف وهتعملي باقي الجزئيه دي باستك، تركبي هنا استك وتايه وتديكي نفس الكسرات نفس الكشكشه. هبدا بقى في الكم من تحت كده من هنا اهو بسم الله بالشكل ده تمام. هبدا اركب بقى ناحيه الكم من الناحيه الثانيه بردك اهو بنفس الطريقه اهي. تعالي بس كده من اول هنا اهو كده تمام. المفروض ان هي زي كده، المفروض ان هي على النقطه دي، خلينا نحددها بس اهي على نفس النقطه تمام. هبدا اعمل كده واقلب الورقه بتاعتي او اقلب القطعه بتاعتي واروح جايه مثبته كويس قوي 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 اهو. هثبت الام من تحت يا جماعه وبعدين اروح ايه ضغطه من فوق. ثبت من تحت بقى الاول كده بس كده. هبدا افرد بقى القطعه دي اهي، واروح فارده كده بس كده اهو تمام. تمام ادي يا جماعه الكندوره عملتها من فوق، والكم الكروش ركبناه وكل حاجه ركبناها، ما فضلش اي حاجه خالص غير الجيبه. الجيبه بقى اللي انا بقولك عليها فيها كرونات. هنعمل الكرونات زي ما بتاعة الجيبه، هنعرف دلوقتي حالا واحده واحده. المفروض ان الكرونات دي متحدده ما بين القصه الاولى والقصه الثانيه، يعني انت لو بصيتي في الصوره كويس قوي هتلاقيهم ان هم ظابطين لك الكرونه نفسها ما بين القصه الاولى والقصه الثانيه. فانا هعملها كده بالويم لحد ما نظبطها. طب عايزين نعملها بمقاس؟ لا انا هعملها بالويم دلوقتي. ليه؟
عشان اوريها لك، وبعدين اقول لك المقاس دي ممكن نعمل فيها ايه. المقاس دي يا جماعه بنبدا ان احنا نعمل الجيبه ونديها المساحه بتاعتها اللي تديني ليها الكسره اللي هي محتاجاها او اللي هي عايزاها. تمام ايه بالشكل ده بالظبط كده. تمام هبدا بقى ان انا احط الكسره دي على دي. استنيني احط بقى الكسره مع القصه عشان تطلع لي مظبوطه، الكسره مع القصه عشان تطلع لي ايه مظبوطه اهي. هنا المفروض ان هي تطلع لي بردك مظبوطه من هنا، هعملها بكسره واروح جايه من هنا واخده دي. لحظه واحده هجيب دريس بسرعه واقفل بقيتها وارجع لك تاني عشان اوريك الشكل النهائي ليها. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي انا عملت الكندوره بنفس الصوره دي. طب ليه يا مريم سبت المسافه دي كلها الموجوده؟ علشان الكندوره تبقى واسعه ما تبقاش ضيقه، وكمان شكلها يبقى مختلف تماما عن الشكل بالنسبه للكندوره الاصليه. تمام يعني بالنسبه للوسع بتاعها، لان اللي في الصوره واضح جدا ان هي ضيقه، اما دي فعملناها واسعه علشان تبقى مريحه وفي نفس الوقت لكل المقاسات مش مقاس واحد ولا اي مقاس. لو عجبتكم الفكره اكتبي لي في التعليقات، وباذن الله نستمر في الاحسن والاحسن باذن الله. وما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل، وكل سنه وانتم طيبين، اجمل جمهور في الدنيا. يا رب تكون فكره سهله وبسيطه وعجبتك. لحظه واحده اوريكي الشكل النهائي. ادي يا جماعه الشكل النهائي للكندوره، كندوره بيتي بشكل سهل وبسيط قوي، اتعملت شبه الفستان بالظبط، مفيش اي فرق بينها وبين الفستان. الكندوره جميله جدا وحلوه قوي. فكره الكندوره كندوره من الكتان بطريقه جميله قوي وبسيطه، معموله مقاس 4 اكس لارج يعني 52. فكرتها سهله جدا، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد.